Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. أهلا بكم مرة تانية في الدرس التاني من الوحدة الستة واللي بيكلم لي عن الـ Work Time والـ Practice Time. طبعا شكل ما انتوا عارفين ان في الحلقة التانية دايما بنتكلم عن الاثنين دول، الورد تايم الكلمات اللي احنا المفروض نحفظها، وكمان البراكتس اللي هو الجرامر اللي موجود علينا في الوحده. يبقى لازم اركز كويس لان الجرامر مهم جدا. جرامر النهارده بيكلم لي عن الادفيربس اللي هي الاحوال، ومش اي ادفيربس، هي الادفيربس اوف مانر يعني احوال الطريقه، وكمان بيكلمني عن الادجكتيفز عن الصفات. في الحلقه دي هقارن بين الصفات والاحوال، وايه هي الصفه وكمان ايه هو الحال. فركز معانا كويس عشان تقدر تطبق على الدرس ده من اي كتاب معاك، سواء كتاب المعاصر او كتاب جيم او كتاب بيت باي بيت، وبعد كده بتتاكد من الحلول بتاعتك في الحلقه اللي بعدها ان شاء الله. يلا نبتدي درسنا، بس قبل ما نبدا صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. تعالى نبتدي يلا بالكي فوكابلري اللي احنا هنستعملها وهنستعين بيها في درس النهارده. وشكل ما احنا متعودين احنا بناخد الورد تايم مع البراكتس تايم. طبعا الفوكابلري دي هنلاقيها بيج 21، توبا اور تيوبا، تيوبا تيوبا، فلوت فلوت فلوت، سيمبلز سيمبلز سيمبلز، درامز، xylophone xylophone، electric keyboard electric keyboard، harp harp، cello cello، recorder recorder، trumpet trumpet. page 22، stomachache stomachache، how many how many، message message، quiet quiet، together together، bottle bottle، water water، enough enough، perfect perfect، practice 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 practice، violin violin violin. تعال نشوف ال important expressions دي. have a stomachache، have a stomachache يعني عنده ألم في المعدة. take a message take a message، oh dear oh dear، shh be quiet، sorry sorry، play the violin play the violin. عارفين يا حبايبي كل الالات الموسيقيه بيجي معاها play، ولما يجي قبلها play لازم يجي قبلها ذا، play the violin. practice makes perfect practice makes perfect، ودي معناها ان الممارسه بتادي بيك الى الاتقان. تعال نشوف كده الصفات والاحوال اللي موجوده page 27. bad badly bad badly، quiet quiet quietly quietly، loud loud loudly loudly، quick quick quickly quickly، slow slow slowly slowly، happy happy happily happily، sad sad sadly sadly، soft soft softly softly، good good well well، fast fast fast، hard 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 hard، right 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 right، wrong 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 wrong. طبعا يا حبايبي مهم جدا ان انا احفظ الصفات دي وكمان الاحوال اللي جايه من الصفات، سواء كانت احوال عاديه او شاذه، لان هو ده موضوع درسنا النهارده ان شاء الله. تعالى بقى بيج 22. شكل ما احنا عارفين في الورد تايم بيجيب لي بعض المحادثات القصيره اللي من خلالها بيراجع على الكلام اللي احنا خدناه قبل كده. فتعالى كده بيقول لي الباي بيكلم المذر، فبيقول لها مام اي هاف ا ستمك ايك، اي هاف ا ستمك ايك يعني انا عندي الم في المعده. خلي بالك دايما الامراض بيجي معاها verb to have، so I have a stomachache. فالمذر قالت له how many bottles of water did you have at dinner،
يبقى هنا بيراجع لي على هاو ميني اللي بيجي وراها بلورال ناون، يعني هاو ميني اللي بيجي وراها اسم جمع. وطبعا ده كان كلام الوحده الثانيه في الترم اللي فات، لما كان بيسال بهاو ميني كان بيجيب له وراها اسم جمع، اما لما كان بيسال بهاو ماتش كان بيجيب له وراها uncountable noun يعني اسم لا يعد. How many bottles of water did you have at dinner؟ فالبويا لها 3. Oh dear. Oh dear. دي طبعا صيحة للدهشة. تعال نشوف number 2. الومن بتقول Hi. Is Yasir there? He isn't. Can you take a message? This is بسمة أحمد. Shh. Be quiet. Sorry. طبعا الاتنين دول قاعدين في مكان وهي بتتكلم في التليفون، فطبعا الراجل هي عامله له وش، فطبعا لما هي اتكلمت في التليفون وبصوت عالي فقال لها شش بي كوايت، فالومن قالت له سوري. طبعا لما الحاجه مش كويسه اكيد بتاسف عليها طبعا. تعال نشوف نمبر 3. البوي بيقول اي لايك بلاينج ذا فايولين، اي لايك بلاينج ذا فايولين بات اي دونت براكتس انف. بيقول لصاحبه والله انا بحب لعب الايه الفايولين، وخلي بالك ان لايك بيجي وراها الفيرب بلس اي ان جي، تاني لايك ولاف بيجي وراها الفيرب بلس اي ان جي. فبيقول له اي لايك بلاينج ذا فايولين بات اي دونت براكتس انف، بس انا ما بمارسش بشكل كافي والله. فالبوي تو قال له ويل براكتس ميكس بيرفكت، قال له خلي بالك ان الممارسه بتؤدي بيك الى الاتقان. فالبوي 1 بيقول له دو يو وانت تو براكتس توجذر، do you want، عارفين ان دو يا حبايبي لما بتيجي في اول السؤال بيكون معناها هل، فبقول له do you want to practice together، تحب نتدرب مع بعض. فطبعا البوي 2 قال له sure، وsure معناها بالتاكيد. طبعا بيراجع لي هنا بسرعه كده على present simple اللي هو المضارع البسيط والpast simple اللي هو الماضي البسيط. عارفين ان present simple هو المضارع البسيط، قال لي مصدر او فعل في اس اور اي اس اور اي اي اس. طبعا انا عارف ان مصدر الفعل او الفعل بدون اضافات التصريف الاول يعني بيجي مع اي وي ذي يو اند ذا بلورال ناون والاسم الجمع، الفعل اللي فيه اس او اي اس بيجي مع هي شي ات اند ذا سنجولار ناون والاسم المفرد. طبعا اما الماضي البسيط فالتكوين بتاعه تصريف تاني للفعل، واحنا عارفين التصريف التاني يا حبايبي فعل في دي او اي دي لو كان ريجولر يعني منتظم، وطبعا لو هو ريجولر شاز بيبقى شكله متغير او بيخليه شكل ما هو. طبعا مديني اليوسج خدنا قبل كده ان المضارع البسيط بيعبر لي عن fact حقيقة or habit عادة or repeated action او فعل متكرر، اما الماضي البسيط فبيعبر لي عن an action the past يعني حدث started and ended in the past يعني بدأ وانتهى فينا حبايبي في الماضي. طبعا مديني هنا بعض الاكزامبلز الامثلة she plays، طبعا هنا في المضارع ما ينفعش اقول she play، يبقى هي وشي وات يجي معهم فعل في s or es. she plays the flute every week، بتلعب على الفلوت كل اسبوع. I قال لي I play، I play the cello يعني انا بلعب للتشيلو. طيب he قال لي he plays the harp يعني هو بيلعب على الهارب. طيب هنا مديني last year امثلة على الماضي، last year طبعا من علامات الماضي. she played the flute، هنا جاب لي الفعل في الماضي لان طبعا في كلمة last year، فقال لي she played the flute. They played the drums يعني هم لعبوا على الدرمز. I ate ice cream yesterday، طبعا هنا eat ده regular verb يعني فعل شاز لان طبعا مغير شكله. مهم جدا بقى حبايبي ان انا اعرف الافعال اللي بتيجي مع الالات الموسيقيه. طبعا play بتيجي مع كل الالات الموسيقيه يعني اي اله موسيقيه تاخد play، فقول play the violin play the guitar play the electric keyboard play the tuba. طيب hit قال لي بتيجي مع الطبول، تاني hit بتيجي مع الطبول، فقول she hits the drums يعني هي بتضرب على الطبول. blow بتيجي مع اي آلة ممكن انفخ فيها عشان اعمل موسيقى، شكل الترمبت وشكل الريكوردر وشكل الفلوت كل دي اجيب معاها blow. blow بمعنى ينفخ. تعالى بقى الموضوع الاهم معانا النهاردة هو البراكتس تايم، وده اللي بنشوف فيه القاعدة اللي موجودة في الوحدة بتاعتنا، والوحدة بتاعتنا هلاقيها بتتكلم عن الـ adjectives يعني الصفات and the adverbs والأحوال. مهم جدا يا حبايبي إن نعرف the difference يعني الاختلاف between adjective بين الصفة وبين الـ adverbs. طبعا الـ adverbs اللي هنا مديها لي adverbs of manner يعني أحوال بسميها أحوال طريقة، تاني أحوال طريقة يعني مش جايب لي كل الأحوال، الأحوال طبعا أنواع كتير ولكن اللي بندرسها النهاردة هي أحوال الطريقة. طيب يا ترى إيه الفرق بين الأدجكتيف والأدفيرب؟ قال لي الأدجكتيف يعني الصفة، قال لي دي كلمة describes a noun يعني كلمة تصف اسم، تاني حبايبي كلمة تصف اسم أو ضمير عايد على الاسم، تاني
كلمة بتوصف اسم أو بتوصف الضمير العائد على الاسم. فلما أجي أقول لك مثلا he is tall يعني هو طويل، هتقول لي tall دي صفة بوصف بيها he. when I say منى is slow يعني منى دي بطيئة، يبقى إذا slow دي adjective صفة ليه بوصف بيها منى. ولاحظ إن الصفة في الغالب بيجي قبلها verb to be. لما أجي أقول علي is quick، quick معنى سريع، فتقول لي quick هنا هي الصفة بوصف بيها مين؟ قال لي بوصف بيها علي. When I say she is good، she is good يعني هي جيدة. طيب فين الصفة؟ هتقول لي good بوصف بيها مين؟ قال لي بوصف بيها she اللي هو الضمير العائد على المفرد المؤنث. يبقى عايزين نتفق ان الصفة الكلمة اللي بوصف بيها الاسم، تاني الصفة الكلمة اللي بوصف بيها الاسم. طيب قال لي ايه هو بقى الادفيرب؟ الادفيرب اللي هو الحال او الادفيرب اوف مانر يعني حال الطريقة. قال لي حال الطريقة كلمة بتصف طريقة حدوث الفعل. تاني كلمة بوصف بيها الطريقة اللي بيحدث بيها الفعل. تاني حبايبي الحال او حال الطريقة هو كلمة بوصف بيها طريقة حدوث الفعل. وفي الغالب الأحوال بتيجي من الصفات بإضافة الواي. يعني أنا عندي مثلا كلمة slow، slow يعني بطيء. قال لي هلاقي الحال منها slowly اللي زودته قال لي الواي. كلمة شكل كلمة bad، الحال منها badly اللي عملته قال لي زودت الواي. كلمة شكل كلمة quick يعني ايه quick؟ قال لي سريع. طيب الحال منها quickly يعني ايه quickly؟ قال لي بسرعة. تاني quickly معناها بسرعة اللي عملته زودت الواي. كلمة شكل كلمة quiet، quiet يعني هادي. طيب قال لي الحال منها quietly يعني بهدوء اللي عملته قال لي زودت الواي. كلمة شكل كلمة soft يعني رقيق او ناعم او طري، قال لي الحال منها softly، softly معناها برقة او بنعومة. طيب تعال على كلمة شكل كلمة happy يعني ايه happy؟ قال لي سعيد، الحال منها happily. عايزك تلاحظ بقى، ها ايه اللي عملته؟ قال لي هنا مصر انت شلت الواي وحطيت مكانها اي قبل ما احط الواي. قال لي اذا انتهت الصفة بواي والواي ده قبله حرف ساكن بقلب الواي لاي الواي، يعني معناها ان انا لو قلت كلمة easy يعني سهل هلاقي الحال منها easily. ودي كلها بقول عليها regular يعني كلها منتظمة لاني ضفت لها في الاخر الواي. اما في احوال بتبقى غير منتظمة بمعنى ان هي ما بتجيش من الصفة باضافة الواي. احنا قلنا حبايبي الغير منتظم هو اللي بيشذ عن القاعدة يعني ما يتبعش القاعدة بتاعتنا. For example على سبيل المثال لو انا بصيت على كلمة شكل كلمة good، good يعني جيد، قال لي هلاقي الحال منها well. اذا اختلفت الكلمة تماما، تاني اختلفت الكلمة تماما يعني ما قلتش goodly. طيب كلمة شكل كلمة hard، قال لي هلاقي الحال منها برضو hard. قال لي كلمة شكل كلمة late اللي هي متأخر، قال لي هلاقي الحال منها late. كلمة شكل كلمة fast يعني سريع، هلاقي الحال منها برضو fast، وفاست برضو معناها بسرعة. يبقى إذن في أحوال شاذة يعني ما بتجيش من الصفة بإضافة الواي. يبقى تاني بعرف الحال إزاي؟ قال لي بيجي من الصفة بإضافة الواي. تاني بيجي من الصفة بإضافة الواي طبعا، وما ننساش إن في بعض الأحوال الشاذة يعني ما بضيف لهاش الواي. شكل ما قلنا بقى إن الحال ده كلمة بتوصف طريقة حدوث الفعل. تاني الحال كلمة بتوصف طريقة حدوث الفعل يعني بوصف بيها how the subject does the verb يعني ازاي الفعل بيقوم بالفعل. عشان كده دايما انا بسأل عن الحال بكلمتها، يعني لما اقول الفعل ده بيعمل الفعل ده ازاي، قال لي هنا بجيب حال ما بجيبش صفة. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي سامي runs يعني سامي بيجري، ويجي يقول لي quick or quickly. او ما نسأل نفسي هو يا ترى بيوصف سامي ولا بيوصف الطريقة اللي بيجري بيها؟ هقول لك لا هو بيوصف الطريقة اللي بيجري بيها، يعني عايز يقول لنا سامي بيجري ازاي. وطالما عايز يقول لنا سامي بيجري ازاي يبقى هجيب الحال. فين الحال؟ قال لي quickly، فعشان كده هقول سامي runs quickly. تاني سامي runs quickly. when I say grandpa walks وأقول لك slow or slowly،
طبعا هنا يا ترى انا بوصف الجرامبا ولا بوصف الطريقه اللي بيمشي بيها؟ هتقول لي اه ده هو عايز هو بيمشي ازاي، فبالتالي طالما هو عايز هو بيعمل الفعل ازاي قال لي، فانا عايز adverb حال مش عايز صفه، فبالتالي هقول grandpa walks slowly. تاني grandpa walks slowly يعني جده بيمشي ببطء، تاني جده بيمشي ببطء. ولاحظ الفرق بين الجمله دي وبين لما اقول grandpa. grandpa يعني برضو الجد، ويجي يقول لي is، قال لي اه، ويقول لي برضو slow or slowly، هقول له اه والله. انا هنا بقى مش بوصف حاجه جده بيعملها، امال ده انا بوصف الجد نفسه، وطالما بوصف الاسم هنا ما اقدرش اقول slowly، يبقى انا هقول ان هو بطيء فهجيب slow. اذا الصفه كلمه بوصف بيها الاسم او الضمير العائد على الاسم، اما الحال اللي هو حال الطريقه الادفيرب اوف مانر، ده كلمه بوصف بيها الطريقه اللي بيتم بيها الفعل. طب حضرتك قلت لي يا مستر ان في صفات هي هي الاحوال وفي صفات شاذه، طب انا هعرف دي من دي ازاي؟ قال لي على حسب الكلمه اللي هي بتوصفها في الجمله. فور اكزامبل، على سبيل المثال لما اجي اقول لك احمد از فاست اند احمد رانز فاست، وسألتك سؤال يا ترى فين هي الصفة وفين هي الحال؟ امتى هقدر اقول على فاست انها صفة وامتى هقدر اقول على فاست هنا انها حال؟ هتقول لي طبعا فاست هنا اكيد هقول عليها صفة. ليه يا مستر؟ قال لي لان هنا انا بوصف مين يا حبايبي؟ بوصف احمد نفسه، يعني بوصف الاسم، فبالتالي انا بقول احمد سريع، فلما يجي يقول لي فاست هنا شغلتها ايه؟ هقول له شغلتها صفة. طيب احمد رانز فاست يعني احمد يجري بسرعة. طب يا ترى هنا انا بوصف احمد ولا بوصف الطريقه اللي بيجري بيها احمد؟ هتقول لي لا، انا بوصف هنا الطريقه اللي بيجري بيها احمد، فبالتالي هقول على فاست دي حال مش هقول عليها صفه. ليه؟ لان بوصف طريقه جري احمد. فعايزين نلخص الكلام ونقول ان الصفه بوصف بيها الاسم، اما الحال بوصف بيها الطريقه اللي بيتم بيها الفعل. طب احنا محتاجين الكلام ده في ايه يا مستر؟ طبعا محتاجين الكلام ده لانه جايب لي في الوحده دي يقول لي ازاي الناس بتلعب على الالات الموسيقيه، تاني ازاي الناس بتلعب على الالات الموسيقيه، فلما يقول لي الناس بتلعب ازاي على الالات الموسيقيه فاكيد هجيب له حال، ودايما جايب لي في الوحده دي زمن الماضي، ده المعظم، يعني لما يقول لي رامي الولد رامي ده played the harp، شكل ما قلنا ان harp اللي هي الكيثاره، ويجي يقول لي في الاختيارات sad or sadly، هقول له اه والله. انت هنا يا ترى بوصف رامي ولا بوصف الطريقه اللي بيلعب بيها على الهارب؟ هتقول لي لا انا بوصف الطريقه اللي بيلعب بيها على الهارب. طب يبقى انا عايز صفه ولا حال؟ هتقول لي ايوه، لا انا عايز حال، فبالتالي هقول sadly. So Rami played the harp sadly. تاني Rami played the harp sadly يعني رامي لعب على الهارب بحزن. طيب نيجي على سؤال مهم جدا بقى في البراكتس تايم اللي هو دايما بيجيب لي فيها بيكتشر صوره ويجيب لي فوقها كلمات ويقول لي ابدا انت كون كويستشنز يعني اسئله اند انسرز واجابات. طبعا في الوحده دي هلاقيه بيجيب لي الصوره وبيجيب لي فوقها الكلمات كالتالي: هي فايولن انويل. طب عايز مني ايه يا مستر؟ قال لي عايزني اسال كيف لعب على الفايولين؟ واجاوب ان هو لعب بشكل جيد. يبقى هنا بجاوب بحال مش بجاوب بصفه، لان انا بوصف الطريقه اللي بيلعب بيها على الفايولين. طيب قال لي السؤال هنا عن الحال دايما يا حبايبي بيبقى بكلمه هاو. هاو دي معناها كيف. تاني هاو دي معناها كيف. وبعدين قال لي طالما سؤالي في الماضي فانا دايما بجيب ورا الكويستشن وورد كلمه ديد. سو هاو ديد جن هاو ديد. وبعدين السبجكت بتاعي اللي هو هي، فهقول هاو ديد هي. طيب وبعدين هجيب طبعا لعب اللي هي بلاي، يعني يا مستر ما قلتش بلايد؟ قال لي لا طبعا ما قلتش بلايد. ليه؟ لان لما اجيب ديد يا حبايبي شكل ما احنا عارفين فعلي لازم يرجع لمصدره، فبقول هاو ديد هي بلاي. وبعدين لازم اجيب قبل الاله ذا، يبقى اقول هاو ديد هي بلاي ذا فايولين. تاني هاو ديد هي بلاي ذا فايولين، يبقى انا كده كونت السؤال. تاني هسال بهاو ديد عشان الكلام في الماضي، الفاعل بتاعي الفعل بتاعي بلاي، ليه ما قلتش بلايد على وني كلام ماضي؟ لان في ديد وبعدين الاله قبلها ده. طب لما اجي اجاوب يا مستر؟ قال لي لما اجي اجاوب دايما بشيل هاو ديد، ابدا بالفاعل بتاعي اللي هو هي، فهقول هي. طيب انا شلت ديد يا مستر؟ قال لي طالما شلت ديد يبقى فعلي لازم يروح في الماضي، يبقى اذا هقول هي بلايد.
طب he played مين؟ قال لي the violin، يبقى he played the violin. وبعدين قال لي هجيب الحل بقى، فهقول he played the violin how؟ هقول له well. So he played the violin well. يبقى تاني بسأل بهاو did he play the violin، والإجابة he played the violin well. تعال نشوف التطبيع الكلام ده في الكتاب يلا. Page 30 جايب لي she xylophone and happily، يبقى المفروض ان انا اسأل واقول ازاي هي لعبة بتاع الزيلوفون، واقول في الاجابة ان هي لعبة بسعادة. طيب فقال لي how added it، ادي الفعل she play the xylophone. How did she play the xylophone؟ قال لي في الاجابة she played the xylophone happily. تاني she played the xylophone happily. طب تعال نطبق كده. number 2 عندنا you وعندنا drums وعندنا quickly، فالمفروض ان انا هسأل بيها حبيبي، قال لي هسأل بيها. طب وبعدين يا مستر؟ قال لي did. طب فين الفعل بتاعي؟ قال لي you، يبقى how did you. طب فين الفعل بتاعي؟ play. so how did you play the drums. again how did you play the drums، يعني ازاي انت لعبت على drums. طبعا في الاجابة يحولها ل I، وقال لي I played the drums quickly. طبعا بطبق انا على الكلام ده في بقية الصور. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell. لو عجبك الفيديو يلا، لو ما كنتش اشتركت في القناة انزل اشترك بسرعة، وبلغ كل زمايلك عشان يشتركوا في القناة، وكمان يفعل الجرس عشان يجيلهم تنبيهات بأي حلقة بننزلها ان شاء الله. واوعى تنسى شكل ما قلنا حل التمارين لو معاك اي كتاب، وتابعنا في الحلقة الجاية ان شاء الله عشان تتأكد هل الحلول اللي انت حليتها دي صح ولا غلط. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جود باي، السلام عليكم.